بكم في الحلقة 14 من سلسلة صندوق الإسلام. النهاردة هنتكلم عن محمد والنساء. الحقيقة لا يمكن فهم شخصية محمد وأزمته النفسية ومشكلته وإنسانيته كمان وجوانب إيجابية من شخصيته بدون ما نتطرق لعلاقته ونحلل علاقته بالنساء. احنا دايما عندنا ردة فعل كده غريبة اول ما نيجي نتكلم عن الاسلام والنساء. اول حاجة عندنا نقول ايه؟ الاسلام كرم المرأة ونروح ساكتين. تكرمها يعني على اي اساس؟ يعني ايه الحجج اللي انت بتستخدمها في تكريم الاسلام للمرأة؟ هل ده مبني على حقائق او مبني على حبك انت للنبي و رغبتك في ان يكون الاسلام فعلا جاب شيء جديد واضافه بالنسبه للمراه. هنتعامل مع محمد كانسان، وانا يعني دايما بوجه رسالتي دلوقتي للمسلم المؤمن وللناقد للاسلام كمان، ان زي ما احيانا بيبقى فيه تعظيم وتمجيد وتقديس زائد عن الحد من جانب المسلمين، في برضو من جانب الناقدين الإسلام أو الملحدين أو غير المسلمين برضو نظرة أن محمد شيطانة محمد. محمد ما كان لم يكن شيطانا، الحقيقة كان بشر وكان طبعا عنده جوانب إيجابية وكان عنده جوانب سلبية. وأنا أعتقد أن الحل في النهاية هو أن احنا نفهم هذه الشخصية وتركيبتها النفسية كإنسان له ما له وعليه ما عليه، علشان نتخلص من هذا الإرث الثقيل بتاع التقديس اللي مسبب لنا مشاكل، مش بس مع الإرهاب ومش بس مع العنف، ولكن أيضا في التعامل مع المرأة وحقوق المرأة. فالمشكلة كمان واللي أنا بوجهها إلى النساء المسلمات نفسهم اللي هم برضو بردة الفعل كده، الإسلام حرر المرأة، الإسلام كرم المرأة. فكري شوية واقرأ التاريخ بدون تعصب وبدون تحفز. معظم احترام أو سبب احترام المسلمين لمحمد غير قائم على ما فعله محمد، لأن هم لو حللوا ما فعله وما لم يفعله هيكتشفوا أنه في مساوئ وفي مشاكل كتيرة جدا. المشكلة في التقديس هو ادعاء أو تخمين أو إيمان أن ده راجل جات له رسالة من ربنا وربنا قال عليه وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى أكيد هو على خلق عظيم، وما يترتب على ذلك يبقى هو أكيد ما عملش حاجة غلط، ويبقى أي حاجة غلط بقى يجي يبررها يقولك إيه، لا ده يبقى البخاري غلط في الموضوع ده، لا ده يبقى مسلم أضاف، ده يبقى ابن إسحاق بالغ في الحكاية دي. لا، أنت أصلا إنك رابط كل حاجة بجملة وإنك لعلى خلق عظيم، هي دي المشكلة، إنك ما بتحللش على أساس هو عمل إيه وبعدين تحكم. يعني إن الرسول كان عنده ملك يمين، أنت بتحاول تتجنب النقطة دي وتيجي تقول إيه، ما هو أيام عصره كان برضو ملك اليمين، هو أنت ملك ومال أيام عصره؟ أنت بتقول رحمة للعالمين ولكل العصور، بتيجي تمسح في أيام عصره ليه دلوقتي؟ فخلينا ناخد خطوة خطوة كده وإحنا بنتكلم، ونبتدي نتكلم عن علاقة محمد بالنساء والمشاكل التي ترتبت عليها فيما بعد. محمد كان متزوج من خديجة من عمر 25 سنة، وهي كان عندها 40 سنة، لحد خديجة ما ماتت وهي عمرها 65 سنة. ما تزوجش غيرها لأنها طبعا كانت هي اللي ترعاه نفسيا واقتصاديا وكل شيء، وكان هو بيحبها، يعني واضح جدا أن كان فيه علاقة جميلة بينها. أنا لما بقرأ قصته مع خديجة بشوف الجوانب الإنسانية فيها جميلة الحقيقة. جانب آخر، لما ماتت خديجة زي ما يكون في سد كان موجود وانهار، فابتدى محمد بقى يتزوج ما طاب له من النساء، وإحنا هنتعرض لهذه الزيجات في هذه الحلقات. لكن قبل ما نتعامل مع هذه الزيجات، يعني المفروض ان هو تزوج 13 زوجة
وعقد قرانه على 14 واحدة تانية بس ما دخلش بيهم لأسباب مختلفة، يعني أحيانا كان مش مشغول، عنده حروب، عنده بتاع. كانت أحيانا عائشة تتدخل وتفسد الزيجة في آخر لحظة. أو وخطب ما يزيد عن 20 واحدة وبرضو لم تتم، برضو أنه اللي اتفضى زي ما بيقولوا في مصر يعني. فإيه ده؟ يعني إيه مرة واحدة يعني يتزوج واحدة في عز شبابه ويفضل معاها لحد ما يبقى في عمر 50، وفجأة بعد 50 يتزوج هذا الكم من النساء؟ ده غير طبعا ملك اليمين والجواري، ماريا القبطية وجويرية بنت الحارس وغيرهم اللي هم مش ما تجوزهمش، ولكن كانوا عبيد يعني، أو يتسرى بهم زي ما بيقولوا. فإيه ده؟ إيه التحول ده؟ سببه إيه وجاي منين؟ فقبل ما نتكلم عن زوجات محمد، خديجة وعائشة وزينب بنت جحش وصفية، ونتكلم عن ماريا القبطية وغيرهم من النساء، لازم نبدأ بأول امرأة في حياة محمد عشان نفهم كل ده جاي منين. آمنة بنت وهب، أم محمد. لغز كبير جدا. طبعا السير بتحاول تحطها في مقام كأنها يعني مريم ابنة عمران أو يعني أم المسيح. واضح قوي أن اللي كاتب السيرة حاول يحطها في هذا المكان، أن هي جالها ملك من السماء وقال لها أن أنت ستلدي سيد هذه الأمة، وحين ولدته يعني خرج منها نور فرأت قصور بصرة. بصرة دي في الشام يعني 1200 كيلومتر، فهي شافت من الضوء اللي طلع منها، شافت طبعا واضح ريحة الأسطورة. دايما وانت بتقرأ السيرة خلي يعني أنفك حساسة، يعني ريحة الأسطورة جاية منين، الشيء المنطقي وإيه الشيء المضاف وإيه الشيء اللي ما ينفعش تخترعه بحسك انت. صدقني ما انتش محتاج عالم ازهري يشرح لك، اقرا انت السيره بنفسك وانت هتكتشف، او اقري انت، لان المهم النهارده انت اقرا السيره هتكتشفي فيها حاجات بحسك انت النسائي او بحسك الانساني بنفسك من غير ما حد يفسرها لك. امنه بنت وهب لغز، حاولت السيرة انها تخليها سيدة بني زهرة والكلام ده مش صحيح، وتخليها ان هي من علية القوم وده برضو مش صحيح، وتخليها ان هي من خير نساء مكة او خيرهم على الاطلاق برضو مش صحيح. في عالم دراسات اسلامية الماني مشهور وليه مكانة في المانيا اسمه تيلمان ناجل، بيقول ان محمد ما اتولدش في مكة اساسا، وانما في مدينة اسمها عسفان في الابواء بالضبط ما بين مكة والمدينة. وانا لما قريت الموضوع ده يعني لفت انتباهي جامد جدا، لأن بالفعل آمنة ماتت في هذه المدينة في الأبواء ودفنت هناك، فمش صدفة أنها في الطريق فعلا، يعني بالصدفة ماتت في هذا المكان. لكن طبعا اللي كتب التاريخ الإسلامي عايز محمد يكون مولود في مكة، لكن أنت دلوقتي روح في مكة واسأل أي حد هناك قول له فين البيت اللي النبي اتولد فيه، مش هيلاقيه، فيش يعني. أنت هتلاقي هيقول لك آه دي ده بيت خديجة، وعلى فكرة بيت خديجة حولوه دلوقتي خلوه دورة مياه، وكان فيه ناس معترضة يعني أزمات. هتبص تلاقي في المدينة هيقول لك ده غرفة عائشة، ده غرفة مش عارف مين، هتلاقي كل حاجة هم عارفين مكانها. لكن محمد يتولد فين؟ مفيش بيت يقول لك ده مكان مولد الرسول. فدي أول حاجة، ده تشرح لنا إمكانية معينة إن محمد يتولد في مش في مكة، في الأبواء. النقطة اللي بعد كده لما ماتت آمنة ومحمد عمره 6 سنوات وهو طفل بكى على صدرها وفقد أعز شيء عنده اللي بيربطه بالحياة، موت أمه خلاه يفقد ثقته في الحياة ويفقد ثقته في البشر، يبقى حاسس إن أي حد هيسيبه ويمشي. ده إحساس بيتعرض ليه الطفل كتير، إن هو لما يفقد أمه وأبوه كمان في مرحلة مبكرة، إن هو بيفقد ثقته في الحياة، يبقى يحس إن أي حد هيسيبه هيمشي. وده أثر
تأثير جامد جدا في علاقة محمد بالنساء، إن هو كان دايما هذا التوجس، هذا الخوف من الفقدان، هذا الخوف إن هم يسيبوه، فدايما تلاقيه كان يحاول يسيطر عليهم بقدر المستطاع، يحاول يجمع أكبر عدد منهم، وأول واحدة يتزوجها تكون في سن أمه، أو يعني تصلح أنها تكون أمه. وحتى بعد ما ماتت تزوج سودة بنت زمعة اللي هي 70 سنة، يعني تحس إن هو دايما الأم وعقدة الأم اللي فقدها بدري مسيطرة عليه، وإن هو دايما يعني غيور جدا ويخاف ويحجب نسائه ويقول لهم يعني المفروض ما يعرفوش وهم ماشيين في الطريق، لدرجة إن هو حرم على زوجاته إن هم يتزوجوا من بعده. يعني شوف حب التملك فيما وراء الموت نفسه، انه مش عايز يسيبهم حتى بعد ما يموتوا، بعد ما يموت. رغم ان مثلا عائشة حسب الروايات انها كان 18 سنة وقت وفاته، يعني كارثة، يعني حياتها كلها لسه قدامها وممنوع عليها انها تتعرف على رجل تاني او تتزوج رجل تاني، فده نابع من هذا الشيء. علاقة محمد بأمه والفقدان المبكر ده كان ليه أثار كارثية فيما بعد، ولغز كبير جدا أن أمه تبعته يرضع في مكان، يعني 3 أسابيع بعد ميلاده تبعته يرضع في مكان بعيد في الصحراء وتسيبه، ويرجع بعد الرضاعة بسنتين ترجعه تاني بدون سبب غير معلوم. وقلنا في حلقة سابقة ان في احتمال كبير جدا ان هي تكون يعني تزوج حد تاني وعندها اطفال تانيين ومش يعني مش فاضية له، او هو حيعكر زيجتها. الغريب بقى في قصة محمد وآمنة ان هو بعد فتح مكة راح الابواء لاول مرة وزار قبر أمه وبكى بكاء حارا عند هذا القبر، وهو بيقول يعني في حديث إن هو أذنت، يعني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن يغفر لها فأبى، ما ربنا ما غفر لهاش. قال لا، في إيه؟ طيب ما مش كانت لسه هي مريم وتلقى الملك جه كلمها وبشرها وشافت يعني خلاص ست مية مية، ما فيش اي مشكلة معاها، ايه مرة واحدة ان هي مغضوب عليها ومنبوذة وهتخش جهنم؟ وهتخش جهنم ليه؟ يعني ربنا ما غفر لهاش، ايه الذنب؟ وده شيء في آية في القرآن يعني تعرضت لهذا الشيء، يعني المفروض ان المسلمين ما يستغفروش للمشركين حتى ولو كانوا أولو قربة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وفكرهم بقى بقصة إن إبراهيم استغفر لأبيه عشان بس كان وعد، ولكن في النهاية ربنا ما عندوش وصايد في الحاجات دي. طيب إيه الأزمة دي جاية منين؟ المشكلة دي جاية منين؟ محمد دايما بيتعامل مع القرآن بعقله الباطن، ان هو القرارات اللي هو ما يقدرش يتخذها بنفسه او صعب عليه يجيب القرآن يحلها له، القرآن يجي يمدحه ويجي يلومه، القرآن يجي يبرر له حاجات المفروض بشر طبيعيين ما يعملوهاش، زي ما هنشوف بعد كده مثلا في زواجه من زينب بنت جحش اللي هي تعتبر مرات ابنه وطلقها منه وتزوجها، فهو محتاج تبرير، ما يقدرش يعمل ده بمنطق البشر، حيقولوا ايه ده؟ لكن لما تيجي بقى آية قرآنية تقول له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يبقى خلاص ربنا اتكلم يا جماعة، كل واحد يخرس لسانه. هو محمد دايما كان يتعامل بعقله الباطن، يعني ربنا بيعاقب بالنيابة عنه، فهو محمد عنده مشكلة مع أمه كأنه يعني يريد أن يعاقبها أنها تركته وهو صغير، كأنه يريد أن يعاقبها على كل الشائعات التي كانت تصدر من قريش إن هو مش من نسل بني هاشم وإن هو ممكن تكون أمه مش عارف 4 سنين حمل والقصص دي كلها. في إمكانيات كتيرة جدا، محدش فينا كان هناك، ولكن بنشوف ردود فعله وبنستنبط منها إنه كان عنده مشكلة مع أمه، وإلا محدش هيقول على أمه إن هي من المشركين أو إن هي ربنا عاقبها. طب هي من المشركين ازاي وما كانش فيه محمد اصلا لما هو اتولد؟
هتؤمن بإيه أساسا؟ فدي غريبة. على فكرة الأزهر لقى للموضوع ده حل ابن لزينة، والأزهر ده ظريف جدا يعني. قال لك إيه بقى؟ قال لك لأ، أبو النبي وأمه مش هيخشوا النار، لأن ربنا بعثهم مرة تانية وعرض عليهم رسالة محمد وأمنوا بيه، وبكده صاروا من الناجين. النبي صحيح بس كده. وصدق بقى يا مسلم، حد صور الموضوع ده فيديو؟ هتحطولي على يوتيوب الأول وأنا صدقك، لكن ألف أي حدوتة وصدق يا مؤمن. ما انت صدقت ان ركب البراق وطرف السماء، ما هتصدق اي حاجه بعد كده. فحواديت ومشاكل غريبه جدا. المهم ان فيه ازمه، محمد كانت معاه ومع امه آمنة. هو ده الشيء اللي هنشوفه وهو بيتعامل مع خديجه. خديجه كانت بتتعامل معه مثل الام كيف تتعامل مع طفل بالضبط. تزوجها، تزوج خديجة، وغيرت حياته الحقيقة بعد ما كان بقى اللي هو المنبوذ اللي يعني ملوش مكانة، انه بقى رجل تاجر وبيتاجر لها في اموالها، فهو بيستفيد وهي بتستفيد. ولحد ما فجأة كده وهو عنده 40 سنة تغير كل شيء. جات له ازمة برضو مش عارفين ايه اصلها، ممكن جدا يكون ان هو قصة ان هو نسبه يعني اثيرت وتعبته جدا. فدايما انسان بيحب يهرب من الشائعات، يهرب من الاشياء التي تضايقه، فيخش في اي قصة تانية. وممكن يكون مرض نفسي اصابه في هذه الفترة، وده شيء على فكرة لازم ناخده بدون اي حساسية، لان مفيش اي تفسير لظاهرة الوحي غير ان يكون فيه مرض من نوع ما. وخبراء كتير خمنوا ان اكيد ليه علاقة بالصرع، ان هو المصابين بالصرع خاصة بنوع معين من الصرع اسمه يعني مرض الفص الدماغي اللي بيسموه temporal lobe epilepsy، ان هو مرضى هذا النوع بالذات عندهم قصة الوحي كتيرة جدا، وعندهم انه بيشوفوا رؤى وبيشوفوا اشياء جميلة. ومن ضمنهم الكاتب المعروف الروسي في القرن 19 دوستويفسكي، والكاتب او الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد كان عندهم الازمة دي، ان هو بيشوف رؤى وحي. ودوستويفسكي نفسه على فكرة كتب في رواية العبيط وفي يومياته انه يستطيع ان يفهم محمد جيدا، وكل اللي كانوا بيسموا محمد انه كذاب وانه اخترع قصة انه سافر السماء وشاف اشياء في السماء، ما عندهمش اي فكرة. لان انا كواحد مصاب بالصرع اعرف هذا الاحساس انك ترى ملكوت الله. فاحتمال كبير جدا ان يكون ده شيء يعني تعرض له محمد. وفي التوقيت ده طبعا الامراض دي لما كانت تحصل لحد كان حاجة من اتنين، يا اما يقولوا عليه ده مجنون او مسه الجن، او المؤمنين بقى يقول لك ده وحي من السماء. فهو ما كانش فيه التفسيرات العلميه اللي احنا نعرفها النهارده. لما محمد رجع لخديجه وقال لها ان فيه رجل، ما كانش لسه بقى بيقول ملك، هو كان محمد نفسه كان بيقول انه مسه الشيطان، وهو نفسه كان خايف وبيرتعش واستخبى تحت البتاع وقال لها زمليني. فخديجة طبعا بحس الأم وبحس الزوجة وبحس المرأة وبحس التاجرة لقت ان دي مشكلة كبيرة لازم تخرج جوزها منها. وبما ان ما فيش مصحات نفسية ومستشفيات، فهي كانت لازم تلعب هذا الدور مع محمد. ففي قصة بيحكيها السهيلي في كتاب الروض الأنف، هو يعني كتاب بيشرح سيرة ابن هشام. فهو بيحكي قصة لما محمد ذكر لخديجة قصة الرجل الذي زاره وخنقه. وطبعا لما خديجة خاصة عرفت انه حاول ينتحر محمد ويرمي نفسه من فوق الجبل خافت، يعني
مش بس زوجها هتفقده، لا سمعتها هي كمان، دي تاجرة والراجل ده هو اللي بيتاجر لها بفلوسها. يعني لو الناس ابتدت تتعامل مع هذا الرجل ان هو مجنون خلاص هي فقدت تجارتها. فكان لازم تستوعب محمد. ففي قصة بيحكيها السهيلي في كتاب الروض الأنف، قالت له لما يجي لك الملك ها قل لي، فيشاء الله ان الملك يزوره وهو في بيت خديجة. فقال لها انا شايفه، شايف الملك اهو، شايف يعني هذا الرجل، يعني ما كانش لسه بيقول ملك. قالت له طب تعالى اقعد على على رجل اليمين. فراح محمد قعد على رجلها اليمين. شوف كأن ام بتتعامل مع طفلها. قالت له شايفه دلوقتي؟ قال لها اه لسه شايفه. قالت له طب اقعد على رجل الشمال. قعد على رجلها الشمال، شايفه؟ قال لها اه لسه شايفه. قالت له طب اقعد في حجري. قعد في حجرها، لسه شايفه؟ الله اه لسه شايفه. فابتدت تتحلل من ملابسها، تخلع ملابسها. قالت له لسه شايفه؟ قال لها لا اختفى. قالت له بس يبقى ملك. شايف المرأة العبقرية؟ انا القصة دي بصراحة يعني حبيت هذه السيدة، عبقرية، عارفة ان الرجل الشرقي لا يمكن يقبل ان مراته تبان عريانة قدام رجل حتى لو كان في شك انه ملك. وهكذا جعلت من الأزمة شيء جميل، وهي اللي أقنعته، هي الشاهدة الوحيدة. وعلى فكرة شاهد ما شافش حاجة، وعلى فكرة شهادة المرأة في الإسلام لا تصح إلا إذا كان فيه مرأة تانية جات وأكدت هذه الشهادة. فما بالك بأهم شهادة اللي هي صنعت الإسلام نفسه، كانت امرأة فقط هي اللي عملتها. هذا أكبر دليل أن الإسلام كرم المرأة، صح؟ نراكم في الحلقة القادمة ونكمل مع نساء محمد والمشاكل التي ترتبت على ذلك. تابعونا على حامد.TV على اليوتيوب وعلى الفيسبوك صندوق الإسلام.